بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فارت النور مقلتي فسالا، فغطى السهل موجه والجبال، وطفت فوقه سفينة وجدي تحمل الهم والأسى. أشكالا فسمعت الضوضاء من كل فج، كل فج يهيج الإعوالا. قلت ماذا عرى أميم، فقالت جاء عاشور. جاء عاشور فاستهل الهلال. قلت ماذا علي منه، فقالت ويك جدد لحزنه سربالا. لا أرى كربلا يسكنها اليوم، سوى من يرى السرور فيها محالا. فتكة الدهر بالحسين إلى الحشر علينا، شرارها يتوالى. سيم فيها دم النبي سفاكا. ليت شعري من ذا رآه حلالا حلالا. نفر من بنيه أكرم من تحت السماء رفعة، وأعلى جلالا. ركبت أظهر الحمام وآلت، لا تعد الحياة إلا وبالا. ليتهم بعدما الوغى أكلتهم، ليتهم بعدما الوغى أكلتهم، أرسلوا نظرة وقاموا عجالا. ليروا في السبا عقائل عز، زلزل السبي عزها
زلزالا. إش حال زينب؟ إش حال رقية؟ إش حال سكينة؟ يقول أصبحت والعدو أصبح يدعو. يقول واويلاه واويلاه لما تجاوب. أصبحت والعدو أصبح يدعو واويلاه. اسحب اليوم للسبا أذيالا. عذرا مولاي صاحب الزمان أنت تسمع. أنت مهتوكة على كل حال واويلا. فانزع العز والبسيل إذلالا. صوتي صوتي باسم من أردت فإنا قد أبدناهم جميعا قتالا. ذهب المانعون يا زينب ذهب المانعون عنك فقومي واخلع العز والبسيل إذلالا. جينا ننشد جينا ننشد كربلا مضيعينها بيها زينب بيها زينب. قالوا ميسرينها يسروها ولا لها واحد فزاع وشال حاج ضعونها بليل وقطع. جينا ننشد وين ابو فاضل وقاع ما تدلون الشريعة وينها. بس اشوفها والعتب مني يزود وادربوا فاضل على النخوة يجود. حق عذرة يقول مقطوع الزنود ابو فاضل وحال حتف الموت بينه وبينها. جينا ننشد كربلاء عن النزيل شلون ضعن الحرم تاه بلا دليل. ان كان قلتي لي ان كان قلتي لي ركبها العليل بالمرض متعوب وين وينها. بعد اسمع هالنشدة هذه. أرد نجدج أرد نجدج هم صدق بالشام عيد وحطه وبطشت الذهب راس الشهيد. ورد نجدج ورد نجدج زينب بمجلس يزيد. ورد نجدج زينب بمجلس يزيد واقفله قاعده مخليله. يقول عشره 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 الايمه تنصب بعاشور. عشره على الداسه تضلوع خيول. عشرة والله والله ما ننسى ما ننسى الشبكة على الراس.
عشرة ولا ننسى جفوف أبو فرجة يا السخية إنا لله وإنا إليه راجعون. ورد في زيارة الناحية المقدسة عن سيدنا ومولانا صاحب الأمر والزمان عليه السلام يخاطب جده أبا عبد الله الحسين عليه السلام: كنت ربيع الأيتام وعصمة الأنام وعز الإسلام ومعدن الأحكام وحليف الإنعام سالكا طرائق جدك وأبيك مشبها في الوصية لأخيك. أسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالنا جميعا ويمن علينا بالخير والرضا ويعجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. الهدف من إقامة هذه المجالس هي الاقتراب من سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وإدراك قضيته بالمستوى اللائق الذي أراد أهل البيت عليهم السلام أن يصل إليه الإنسان المؤمن. لهذا وضعوا مؤسسات وآداب وطرق ونصوص أدبيات خاصة للشيعة حتى يمكنهم أن يقتربوا من سيد الشهداء وينعموا بهذا المعين الذي لا ينضب. من ضمن النصوص المهمة المفاتيح التي يدخل إلى عشرة عاشوراء وإلى سيد الشهداء عليه السلام وهي المرويات عن صاحب الأمر عليه السلام، سواء ما روي أو ما نسب للإمام صاحب الأمر عليه السلام، وهي مجموعة نصوص كلها مهمة الآن لست بصدد الإشارة إليها. مجموعة من النصوص أكثر من 6 أو 7 نصوص جلها يتصل بعاشوراء وكربلاء بشكل أو بآخر. بالنسبة إلى زيارات الإمام صاحب الأمر سلام الله عليه المنسوبة أو المروية عنه، عندنا زيارتين مهمتين: زيارة الناحية المقدسة اللي الإمام صاحب الزمان يذكر فيها الأصحاب، يعدد فيها الشهداء القتلى بين يدي الإمام الحسين عليه السلام ويوثق فيها حتى القتلة، يعني مثلا يقول السلام على عبد الله الرضيع المرمي الصريع المتشحب دمه على يدي أبيه الحسين، لعن الله قاتله ورامي حرملة ابن كاهل الأسدي، فيها توثيق كامل. وهناك الزيارة الثانية اللي مروية عن صاحب الأمر اللي فيها تفاصيل المقتل اللي ما يمكن أن يصل إليه لا راوي ولا محدث ولا قريب ولا بعيد إلا واحد من الأئمة المعصومين، وقد تكفلت هذه الزيارة اللي فيها برزنا من الخدور ناشرات الشعور يقرؤون الخطباء عادة منها فقرات في محرم. إحنا نسلط الضوء في هذه الليالي إن شاء الله على هذه الزيارة وفيها الكثير من المفاتيح والمنابع. الإمام الحجة سلام الله عليه في هذه الفقرة المهمة من الزيارة يشير إلى ارتباط الإمام الحسين عليه السلام بجده وأبيه وأخيه الإمام الحسن سلام الله عليه،
يقول سالكا طرائق جدك وأبيك، ما في شيء خلاف السيرة، لأن اللي ما يقرأ الإمام الحسين عليه السلام قراءة نقية نظيفة مثل ما احنا نقول، مثل بعض الكتاب المصريين اللي كتبوا في الإمام الحسين كانوا يعتبرون الإمام الحسين مزاجه هكذا، مزاجه مثل ما نعبر اليوم ثوري، خلاف جده، خلاف أبيه، خلاف أخيه. زين، القضية ليست كذلك، هو امتداد واحد، ما في اختلاف بالأمزجة، التكليف يختلف ولكنه الخط والطريقة واحدة. سالكا طرائق جدك وأبيك مشبها في الوصية لأخيك. الليلة شوية نأدي حق الإمام الحسن فيما يرتبط بالتجانس والتشابه بينه وبين الإمام الحسين عليه السلام، الشبه الكبير بينهما في أدق الأشياء. الآن راح تلاحظون حتى ترى الروايات اللي تتعرض إلى فضائل الإمام الحسين سلام الله عليه هي نفسها فضائل الإمام الحسن غالباً. إذا تشوف المرحوم المجلسي سلام رحمة الله عليه من عقد فصل مناقب الإمام الحسن والحسين، هي معاً مناقبهما معاً حتى في كتب الحديث. ليش؟ هما شبيهان لبعضهما البعض، يعني واحد ماخذ من الآخر، والفرق بينهما مو كثير ترى، حمل امرأة. زين، فالفرق بين الإمام الحسن عليه السلام وبين الحسين، خصوصا إذا قلنا أن قبلنا الروايات اللي تقول أن الحسين ولد لستة أشهر، فهو هذا الفرق بينهم، الفرق كلش قليل بين الحسن والحسين سلام الله عليهما. هذا الشبه ألقى بظلاله حتى على كربلاء، يعني الإمام الحسن سلام الله عليه حاضر في الطف، حاضر حضور عظيم في الطف. لما نلاحظ أن أهل البيت عليهم السلام دائما حلقاتهم مترابطة مو منفصلة، السيرة سيرة الأئمة عليهم السلام عملهم إذا يصح تعبيري مؤسساتي، ما يعملون عمل فردي. دائما رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي الآن، ولو أني أنا أصارع الوقت، ولكن النبي صلى الله عليه وآله يفتتح شيء أمير المؤمنين يتمه، أمير المؤمنين يفتح شيء المهدي عليه السلام يتمه. عندنا هذه الروايات، ما من سر إلا وأمير المؤمنين يفتحه، ثم يذكر الإمام اللقب الذي يقام له أنا أعوضه، والمهدي يختمه. صلوا عليه وعلى أصواته. إذا الآن نبتدأ القضية من ولادة الإمام الحسين سلام الله عليه، يعني من ولادة الإمام الحسين، الرواية اللي ينقلها الشيخ الصدوق في الأمالي وفي علل الأخبار عن أبي حمزة الثمالي عن زيد بن علي الشهيد عن الإمام زين العابدين، كلش السند مالها فاخر. يقول لما ولد الحسن سلام الله عليه فعرض على أمير المؤمنين أن يسميه، فقال ما كنت لأسبق رسول الله في تسميته. لما عرض على النبي، النبي قال ما كنت لأسبق الله في تسميته. زين، الله لازم يسميه، فجبرائيل نزل بالحال يسلم ويهني النبي بميلاد الإمام الحسن عليه السلام، ثم قال له، دقق في هالكلمة، قال له يقول الله عز وجل إن عليا منك بمنزلة هارون من موسى، وأولاد هارون شبر وشبير أو شبير، زين، أو شبر لعله، لأنه مو محرك الروايات، لازم إحنا نحاول يعني نصل إلى النطق الصحيح. فسمه شبر أو شبر. النبي التفت إلى جبرائيل قال له هذا عبراني، عبري يعني، وأنا لساني عربي. فقال له سمه حسنا، زين،
فلما ولد الحسين، الرواية تنتقل رأساً، قلت لك حتى في المناقب والنصوص التاريخية تتجانس النقل دائماً الحسين إلى جانب الحسن. فلما ولد الحسين عليه السلام أيضاً جيء به إلى أمير المؤمنين عليه السلام، قال: ما كنت لأسبق رسول الله في تسميته صلى الله عليه وآله. النبي قال: ما كنت لأسبق الله في تسميته. نزل الأمين جبرائيل مهنئاً ومسمياً، زين، مسلماً ومهنئاً، غير الروايات اللي جاء معزياً بمولد الحسين عليه السلام، وقال له: إن علياً منك بمنزلة هارون من موسى، فسمه شبيراً أو شبيراً. قال: لساني عربي وهذا عبراني. فقال له: سمه حسيناً، زين، سميه حسينا. شوف اللسان العربي غير اللسان العبري، هذه الرواية خلاف بعض الروايات اللي يرويها الجمهور أن أمير المؤمنين عليه السلام تفصيل آخر أصلا، كأن أمير المؤمنين هو سماه حرب، زين، وكان مصر، سمى الحسن حرب وغير النبي، وسمى الحسين حرب وغير النبي، وسمى المحسن حرب وغير النبي. شوف هذا، ترى هاي الروايات كلش ذكية، يعني محيوكة بطريقة ذكية جدا. هالروايات غير أن تشوه يعني صورة الإمام أمير المؤمنين يصر على خلاف النبي. أولا هو الإمام علي حصل أولاد من غير فاطمة، سمى فيهم شنو هالإصرار، حرب حرب، هي اسم حرب ثقافة بني هاشم، يعني حتى يلح عليها، واضح يعني الموضوع فيه إن، وهاي الإن كبيرة، الإن اللي في هالموضوع إن يريدون إلقاء الضبابية على موضوع المحسن سلام الله عليه، وأنه ولد في عهد النبي والنبي سماه، وهذا الحكي اللي أنه بعد النبي وعصرت وكسر ضلعها وقتل محسن، ماكو هالحكي، كل الموضوع هو هذا، زين. فهذه الرواية اللي قرأناها احنا قلنا عن زيد الشهيد، عن علي بن الحسين زين العابدين، جدا مهمة، تضع النقاط على الحروف. ثانيا تشير إلى منظومة إلهية تربط أمير المؤمنين عليه السلام بهارون اللي هو خليفة موسى، زين، وهذه المنظومة منظومة قرآنية. وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري، زين. القضية أن النبي يبي أكد من جميع الجهات ومن كل النوافذ على ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وبعدين النبي صلى الله عليه وآله أخذ، لا بأس، هذا احنا من فقه الروايات جدا مهم، أنه لولا ولادة الحسن، لولا ولادة الحسين، احنا ما عندنا فقه المولود، آداب المولود ما عندنا أصلا، لهذا الروايات سنية وشيعية، زين، سنية وشيعية تؤكد على ربط آداب المولود بأولاد النبي اللي هو الحسن والحسين، ما في غيرهم، زين. كل الأخبار، كل الكتب اللي تحدثت عن آداب شنو يصنع بالإنسان أول ما يولد يرتبط بموضوع الحسن والحسين سلام الله عليه. يقول في قرب الأسناد: سمى رسول الله الحسن والحسين عليهما السلام لسبعة أيام، سبعة أيام سماهم، وإن كان عند أهل البيت يستحب أن المولود أول ما يولد يطلق عليه محمد. لسبعة أيام، وبعدها تخليه أو تبدل كما شئت، زين. يقول: سماهما لسبعة أيام، وعق عنهما لسبع، وختنهما لسبع، وحلق رؤوسهما لسبع، وتصدق بزينة شعورهما فضة.
حتى الروايات السنية مثلا الصواعق المحرقة أشار إلى بعض النقاط اللي هي مركزة في فقه أهل البيت وفي حديث أهل البيت فيما يخص ولادة الإمام الحسن والحسين. عن عمران بن سلمان أن الحسن والحسين، دقق في هذه اللفظة لأني راح أوقف عندها الآن، الحسن والحسين اسمان من أسماء أهل الجنة لم يكونا في الجاهلية. زين. وأهدى في علل الشرائع عن الصادق عن أبيه الباقر عليهما السلام، أهدى جبرائيل إلى رسول الله، شوفوا المكانة موضع الاسم، أهدى جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله اسم الحسن ابن علي عليه السلام وخرقة حرير من ثياب الجنة. زين. واشتق اسم الحسين من اسم الحسن. هذه قضية يعني كلش استوقفتني أنا من سنين، مو الآن، يعني أفكر فيها، أنه اسم الحسين عليه السلام حسين مصغر من اسم الحسن مشتق منه. الآن نتكلم عن دلائل هذه القضية المهمة. وفي رواية عن علي بن الحسين أنه سمى حسنا يوم سابعه واشتق من اسم الحسن الحسين. شوفوا هذا الاشتقاق جدا مذكور في الروايات، مكرر، يعني أكو تركيز على هذا الاشتقاق. هذه الروايات تدلين على أمور مهمة. أولا، ليش الاسم نزل من السماء؟ ليش نزل من جبرائيل؟ ليش نزل من الجنة؟ هذا يبين أن الاسم جدا مهم، والاسم مؤثر على الإنسان، يؤثر على شخصيته، يؤثر على كمالاته، يؤثر على روحيته. والإنسان أيها الأحبة مرتبط ارتباط وثيق بالجنة. لهذا أهل الجنة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، اسمهم ينزل من الجنة. تقول فما أحلى أسماءكم. لما أنت تسمي باسم أهل البيت عليهم السلام، هذه أسماء الله مختارها. زين. هذه تسوق شخصية الإنسان، تشد إلى عقيدته، تشد إلى تراثه، تشد إلى نقاء وطهره، وتشد حتى إلى الجنة اللي هي أكبر هدف ممكن أن يكون بين يدي الإنسان. لنميل إلى الأسماء، أكو ثقافة اليوم بعضهم يميل إلى الأسماء الغريبة. زين. أسماء غريبة وعجيبة الآن مو محلنا تذكرها على المنبر ولا في داعي، لكن لا هي مرتبطة بتراث لا بدين لا بولاء. أسماء بنات وأسماء أولاد، حسنوا أسماء أولادكم فإنهم ينادون بها يوم القيامة. بعض الأسماء أيها الأحبة عقدة للإنسان لأنها تعيش معه. اليوم حتى العلم يقول هذا، الأسماء جدا مهمة، أن الإنسان ينتقي لولده اسما مباركا طيبا. وما أحلى وأفضل وأجمل من أسماء محمد وآل محمد. النقطة الأخيرة، النقطة الأخيرة، أنه نلاحظ في هذه الروايات تكرر أن الإمام الحسين اسمه، اسم الحسين مشتق من الإمام الحسن سلام الله عليه. شنو دلالة هذا؟ هي الحقيقة مو فقط الأسماء مشتقة من بعض، حتى المواقف مشتقة من بعض. شوف أكو إشارات عجيبة وغريبة في حتى في الآيات القرآنية، لما يقول ذرية بعضها من بعض، أكو اشتراك. قلت لك في المقدمة مثلا، الآن خل أعطيك مقدمة لهالفكرة بس. الله يقول للنبي صلوا عليه بأعلى أصواتكم، يقول له إنما أنت منذر ولكل قوم
هاد. النبي يقول أنا المنذر والهادي علي سلام الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ينذر عن ماذا؟ إذا أردنا أهم قضية، أهم قضية محورية النبي يحذر منها وينقذ، يحاول كان ينقذ أمته من شرك الشيطان. وأهم قضية في شرك الشيطان موضوع الإمامة، اللي طيلة عمره النبي ينذر 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 ينذر. كمال الإنذار في وجود الهادي اللي يشوف، شوف طالع الرواية اللي يذكرها صاحب الزمان عليه السلام ضمن دعاء الندبة: ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي. عجيبة عجيبة هالرواية، يقول لولا أنت موجود أصلا المؤمنون ما يندر ما ينعرفون منه. ليش؟ لأن رسول الله هو المنذر والهادي علي سلام الله عليه. هذا يبين كمال في المؤسسة، اشتقاق في الأدوار. أمير المؤمنين عليه السلام يقاتل على التأويل، كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقاتل على التنزيل. هذا التعدد بالأدوار وهذا الاشتقاق. لولا حركة الإمام الحسن، ولولا صلح وهدنة الإمام الحسن، ما قدر الإمام عليه السلام الإمام الحسين ينطلق إلا على هذه الأرضية. زين، الإمام الحسن انضغط انضغط وتأذى وتحمل الأذى حتى اتعدى عليه أقرب الناس إليه. زين، عندك الخبر، يعني أكثر من أنه يجي واحد من الشيعة يقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين. ليش تحمل كل هالشدة؟ عنده شيء كبير قادم لازم يتحمل. بنود الصلح بينه وبين الطرف الثاني تبين أن الإمام الحسن عليه السلام كان عنده مخطط. زين، البنود كثيرة، أهم بند أنه ليس من حق الطرف الثاني أن يعين خلفه ولي العهد، وأن الإمامة الخلافة ترجع من بعد الحسن إلى الحسين. يكفيك هالبندين، أوائل البندين، أوائل البنود اللي وقع عليها الطرف الثاني. زين، هذا عرى الطرف الثاني. زين، إذا واحد مسلم وفي هذه المكانة وهو ما يحافظ على عهود ومواثيق اللي هي أول مظاهر وقيم الإنسان الطيب الحسن السيرة، هذا أسقطهم من العين. لهذا بعد شهادة الإمام الحسن سلام الله عليه وبعد مقتل حجر ابن عدي، زين، صار أكو توجه، صار أكو توجه للإمام الحسين. قاموا ترى الإمام الحسن حتى ضم للحسين بعض الأنصار الذين يعني أبعدهم عن الموت وعن الفتنة، ادخرهم للإمام الحسين. هو ادخر أولاده، ادخر أولاده، زين، 4 أو 5 من أولاده قتلوا بين يدي الحسين سلام الله عليه. زين، عندنا أحمد، القاسم، عبد الله الأكبر، عبد الله الأصغر. عبد الله الأصغر هذا ما يصير ما أمر عليه ولو الوقت ضيق ما أذكر، هذا آخر صريع من أهل البيت، هذا اللي أرادت زينب عليها السلام أن تحبسه ما تمكنت. زين، يعني طفل صغير فر من يدها، يمكن 3 سنين عمره، يمكن 2 سنين عمره. زين، هذا آخر قتيل الحسين عليه السلام كان بالمصرح. زين، أقبل أبحر بن كعب أراد أن يضرب الحسين، فهذا قال يا ابن الخبيثة تريد أن تضرب عمي، فمد يده حتى يعني يحافظ يحمي الحسين، فالضربة وقعت على يده فأطنها من المرفق، بقيت معلقة هكذا. ثم جاءه سهم حرملة بن كاهل الأسدي ورماه على صدر أبيه الحسين، على صدر عمه الحسين.
فالحسن حاضر بالطف، حاضر بالطف الإمام الحسن سلام الله عليه. ولولا ذلك الإمام الحسين عليه السلام ما قدر ينطلق إلا على أرضية هذه البنود، بنود الصلح اللي كان بين الحسن عليه السلام وبين الطرف الآخر. لهذا الإمام الحسين سلام الله عليه راح يجي لك الأخبار بالتفصيل والسيرة إن شاء الله، يقول إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومثلي لا يبايع مثله. وخلف مقتل الإمام الحسين عليه السلام الجرح الغزير في حياة أهل البيت عليهم السلام. يقول الإمام الرضا عليه السلام، يقول إن كنت باكيا لشيء فابكي لجدي الحسين. والله لو مو محرم الواحد ما يقدر يطيق يقول هالكلمات، فإنه ذبح كما يذبح الكبش. فإنه ذبح كما، يقول المرحوم الدربندي يقول ليش ذبح كما يذبح الكبش؟ إذا لاحظ طريقة ذبح الحسين عليه السلام يقول هذا نحر كما تنحر الإبل، ولكن الذبح كما يذبح الكبش، اللي يذبح كبش ما حد يلومه. يا شيعة الحسين، الحسين لما قتل يوم عاشوراء ما في واحد قال لما تقتلون الحسين. هذا اللي يثير الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه، يقول لئن أبعدتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا، ولمن نصب لك العداوة مناصبا، لأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. بس يبكي دم؟ لا، يقول حتى أموت بلوعة المصاب وتأسف الاكتئاب حزنا عليك يا أبا عبد الله. لهذا هو أول ما يظهر الإمام الحجة سلام الله عليه يأتي إلى قبر الحسين، يقول السلام عليك يا جداه يا أبا عبد الله، فيأتي إليه الجواب وعليك السلام ولدي، لماذا أبطأت عني؟ ويلي قلبك هالمسية شلون يا ابن العسكري حاله، بعينك من شفت عاشور بين بالسما هلاله، يا البلواك بلويوب قلبك ما جزع صبره، شلون هلال محرم يا غايب عينك تنظره، بيهش كم طفل لحسين بنحره فتك سهم البيين، من مثلك صبر عدين، لو صبرك على المخلوق هز وزلزل أركان. هذا جرح، جرح في قلب الإمام صاحب الزمان تترادف عليه. ليش يقول لأندبنك صباحا ومساء؟ ها ليش يقول؟ بعض العلماء يقولون، يقول واحد من الصالحين شاف الإمام صاحب الزمان قال له هذا الجرح اللي تقول له أبكين عليك بدل الدموع دما، هل هو مصرع الحسين؟ قال لا، وإن عز علي. قال له سيدي هل هو مصرع العباس؟ قال وإن عز علي مصرع عمي. قالوا له شنو إذن؟ قال هذا جرح سبي عمتي زينب. هالمشاهد الدور الدور، يقول صباحا ومساء، ينظر إلى المشهد صباحا ومساء صاحب الأمر والزمان، يشوف الإمام الحجة سلام الله عليه هذا المشهد. وأسألك الدعاء، شنو هالمشهد؟ يشوف الإمام الحسين جاء إلى زين العابدين في وداعه الأخير
وكان عليه من جلال الله ما لا يوصف. سيد الشهداء زين التفت إلي زين العابدين قال: أبا، كل مرة تجي تودعني معاك عمي العباس، وين عمي العباس؟ قال له: قتل. قال: أين أخي علي الأكبر؟ قال: قتل. أين القاسم؟ قال: قتل. ثم قاطعه الحسين قال: ولدي، لم يبق في الخيام غيري وغيرك من الرجال. قال له: صحيح صحيح، القتل لنا عادة، كرامتنا من الله الشهادة يا أبا، لكن ألاحظ انكسار عليك يا أبا، مو عادتك يعني، ألاحظ انكسار. قال له الحسين: الانكسار لأن حتى الرضيع قتل. يقول الإمام زين العابدين: ثم ودعني وأوصاني. خرج الإمام الحسين عليه السلام، رجل داخل الخيمة ورجل خارج الخيمة، التفت لي بمجامع بدنه قال: ولدي علي، إذا رجعت إلى المدينة فأبلغ الشيعة عني السلام، قل لهم إن أبي قتل عطشانا فابكوا، قتل غريبا فاندبوه، يعني صيحوا حسينا. زوروا ضريحي عقب ذبحي واقصدوني، وابجوا على عظم الرزية واندبوني، ولمن شربت الماء يا شيعة. بعد هالمشهد، هالمشهد ما يصير أنا ما أقرأ، هالمشهد هذا مهم. ولما وقعت سكينة على منحر الحسين، تقول سمعت صوت ضعيف من المنحر: سكينة بنية، أبلغي شيعتي عني السلام. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بشهيد أو غريب فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. يتمنى حضورنا: ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني، كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحبوني. يقول: بنتي بنتي سكين، أبلغي واجب تحياتي، وبلغي سلام شيعتي، وشكي ظلاماتي. قولي لشيعتنا ينوحوا على المذبور. لكن سكينة لا تهيجين آلام المحبين، سكينة بنية ولا تخبريهم بالشمير، يوم على صدري. الشاعر يقول: بشنو داس الحسين؟ أنا ما أقدر أقولها على المنبر. داس يا ويلي ومكن البتة في ناحري. يقول لشيعتنا ينوحوا على الماء. بعد سكينة: ولا تخبريهم، لا تخبريهم الأعوجية الأعوجية.
لتخبريهم بالعوجية اش سوت بحالي، داست على صدري يا سكر في ذاك روحي يا أبو عبد، داست على صدري يا سكنة وشالت وصالي، قولي لشيعتنا ينوحوا على المذبوح، ويلي يسولف وياكم ويلي شيعتي واللي كسر ظهري ونحل مني القوى، وحدتي من طاح يم النهر شيال اللوى، صاحب الزمان العذر منك هذا الكلام، ويلي وصلت يمه ولقيت دمومه مخه سوى والجفوف مقطعة يذوب القلب من شوفته، شيعتي وابني علي الأكبر نحل مني الجسد من نظر بالعين لي على الثرى راح الجلد، شيعتي وابن الحسن جسام عريس وشباب صارت الحومة عروسة ودمه السافح خضار، شيعتي ولازم يوصلكم خبر عني وعليم، شنو طفلي عبد الله على صدر فرى نحر بسه، يقول ماتم 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 لولاك الفرض يا حسين، ماتم وحق قلبك المنه ثلث، ماتم الصادق يقول إذا هل هلال عاشوراء نشرت الملائكة قميص جدي الحسين، فتنظر إلي الشيعة بالبصائر لا بالأبصار، الكل اليوم الأرض كلها تنادي وحسينه، ما تملو لك الفرض يا حسين، مات يم وحق قلبك المنة ثلث، مات إلك بقلوبنا يا حسين، إلك بقلوبنا منصوب، مات من ذكرك يا غريب الغا ضريا يا تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني يا الله. اللهم إني أسألك وأدعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله، عجل لمولانا الفرج، سهل له المخرج، اجعلنا من أنصاره وشيعته المستشهدين بين يديه، من أوصاني الدعاء، من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقضها لهم جميعا يا الله، اشف مرضانا، تقبل أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، تقبل عمل المؤسس بأحسن القبول، وإلى روحه وإلى من مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.